جميل جدا 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 وسهل كمان في التعامل.
طبعا مش حد يقول احنا ما
شايفين حضراتكم المناطق الأثرية، كل ما بضغط على أي حاجة مثلا هجيب في البداية خالص فيديو فولد، عايزة مثلا يجي الشكل ده إن المدرس أهو بيعرف الطلبة أو هيقول لهم سنقوم بجولة حول العالم اليوم، لو هو سواء هو عايز الشكل الذكوري أو شكل المؤنث أيا كان، فأنا هختار الشكل الذكوري ده وأقول له إدخال. هو بيشاور اللي هو على رقم على الفيديو يشتغل. طبعا هو لو لاحظت عاوزني هنا اضيف الفيديو، لو انا عندي فيديو بقى لدول العالم او لمناظر او اي حاجه هروح عامله اضافه للفيديو، هضغط على اضافه للسهم ده افتحه واعمل له اضافه وابدا ارفع الفيديو، ما عملتش هسيب الفيديو زي ما هو اللي هو عنده في اللي هو مناظر الناس اللي ماشيه في الطريق ده، وهكتب سنقوم بجولة حول العالم، هبدأ أزود برضو حتى أحط شوية،
الأقوال كتيرة حواليها، يعني مكانها فين بالتحديد؟ يعني في أنا حتى عملت لقيت موقع بيقول إن هي في شرق الجزائر، موقع تاني فمنع يعني الارتباط كده، مش فاكر في الجزائر. طبعا أنا بس بقول لحضراتكم الفكرة الأساسية إزاي، بعد كده بقى ادعوا أنتوا بقى وورونا الإبداعات بتاعت حضراتكم. طبعا أنا دلوقتي أنا خلصت العرض بتاع
العربية بتاعتهم بيبقى عندهم موضوع قبل القصة مصورة، وبيبقى جايب له قصة مصورة وعاوز هو يكمل الأحداث أو يرسم قصادها أشكال وكده. فلو الطلبة اتعلموا الموقع ده، طبعا هم الطلبة ولادنا في السن ده ما شاء الله أذكياء جدا وبيعرفوا يعملوا حاجات إحنا شخصيا ما بنعرفش نعملها، فلو اتعرف على الموقع ده يقدر أوي يبني قصة مصورة بمنتهى السهولة وهيبقى حابب الموضوع جدا. وأنا شخصيا يعني جربته مع أولادي وحسيت إن فعلا الأولاد حبوا الموضوع جدا، ومرة مرة هو هيبدأ يشوف يصمم جرافيكس يصنع شعار، لو اتعرف على الموقع هينمي مهارته كمان بشكل كبير جدا. وهنشوف مع بعض الفيديوهات دي لما عملتها ووريتها للأولاد كانوا بجد منبهرين بيها، وزي ما حضراتكم شفتوا الموقع جزء كبير جدا منه مجاني، حضرتك عندك حوالي 900 مشهد تقدر تشتري، يعني مستحيل الموضوع بتاعك ما يكونش بيدور جوه ال 900 مشهد دول، وكمان الفيديوهات الجاهزه بتقدر تعدل عليها 100 لا حصر لها. فالموقع زي ما شفتوا كده سلس في التعامل، الفيديو قدامنا اهو خلص خلاص. لو حضراتكم لاحظتوا بيقول لي هنا ايه رجوع الى التحرير، يعني لو في حاجه مش عجباني فيه هقول له رجوع الى التحرير، هيرجعني للتاب اللي كان فيها القلم عشان ابدا اعدل واعمل فيه. الفيديو نفسه اهو بيقول لي جوده الفيديو، هفتحها اهو الفيديو مجاني فالجوده بتاعته 360 دي مع علامه مائيه، هي دي المتاحه ليا اللي طبعا مش شاريه. بعد كده تقول لي يا اما تنزيل يا اما على طول على الفيسبوك يا اما تقولي له شارك على اليوتيوب بقى او وات ايفر يعني انت عايز تشاركه. هنتفرج على الفيديو مع بعض الاول كده ونشوف اذا كان عاجبنا والموسيقى عجبانه والالوان ولا محتاجين نعدل فيه، والشرايط يا ترى الخط متناسق مع بعضه ولا لا. شوف عشان انا غلطت في المكان اللي انا عايز احط الشريحه فيه، نزلت الشريحه فيه او المشهد رقم 3 زي ما انا كنت حاطه الشريحه رقم 3 او المشهد رقم 3 اللي كان فيه الفيديو وانا حذفته،
لو عايز تدفعه على قناتك على اليوتيوب هيترفع عادي خالص وهيبقى سليم مش متقطع برضه ولا اي حاجة. هنشوف بقى العرض النهائي قبل ما اعمل له فلتر. الشاشة كاملة كل السكرين من خلال الأسهم دي، بس احنا طبعا عشان بنتفرج عليه